أهلا بكم. في بيان تمهيدي يستبق الإعلان الرسمي عن الميزانية السعودية الجديدة لعام 2023، كشفت الأرقام الأولية تسجيل الاقتصاد السعودي فائضا في الميزانية يتجاوز 100 مليار دولار، بعدما سجلت إيرادات النفط ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق. نستعرض بداية الأرقام بشأن الميزانية السعودية، نتابع. سجل الاقتصاد السعودي إيرادات بلغت 1.2 تريليون ريال في عام 2022 بارتفاع بلغ نحو 28% عن العام الماضي، وتفوق الاقتصاد السعودي على التوقعات المبدئية محققا فائضا قدره 102 مليار ريال سعودي، حيث نمت إيرادات النفط بنحو 50% العام الحالي مقارنة ب 2021 لتسجل 842 مليار ريال بأعلى مستوى منذ 2014. وفي توقعات العام القادم تتوقع وزارة المالية أن تسجل السعودية فائضا قدره 16 مليار ريال، مع إنفاق 34 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل في البلاد للعام القادم، و 189 مليار ريال لتطوير قطاع التعليم بمراحله المختلفة عام 2023، إضافة إلى تخصيص 259 مليارا للقطاع العسكري. ينضم إلي من الرياض مراسل الشرق محمد البيشي لنتوقف قليلا إذن عند هذه الميزانية الجديدة لعام 2023 للمملكة العربية السعودية. مرحبا بك محمد ويعطيك ألف عافية. محمد، إذن نحن طبعا بانتظار البيان الرسمي، لدينا بيان تمهيدي، هناك الكشف عن بعض الأرقام أو لنقل التوقعات، يعني مثلا عن الفائض المتوقع في ميزانية 2023، هناك بعض الأرقام التي تتحدث عن فائض هذا العام، عن إيرادات النفط. ماذا لديك حتى الآن من تفاصيل ومعلومات عن الميزانية الجديدة؟ نعم، أهلا وسهلا ميراشا وبالسادة المشاهدين. كما أعلنت الشرق على منصاتها قبل قليل، السعودية أعلنت عن موازنة أكثر تفاؤلية مما كان متوقعا ومما توقعته الحكومة في بيانها التمهيدي الذي صدر في أكتوبر الماضي، حيث توقعت الموازنة العامة لهذا العام 2022 أن تحقق فائضا بنحو 102 مليار ريال، وهو أعلى عن المعدلات السابقة والتي كانت تراوح عند 90 مليار ريال. أيضا أعلنت السعودية عن توقعات يراها بعض المراقبون هنا، ونحن بعد قليل ننتظر مؤتمر صحفي لوزير المالية السعودي محمد الجدعان يشرح فيه تفاصيل الموازنة العامة للدولة. يرى بعض المراقبون أنه حتى إعلان الموازنة 2023 هناك نوع من التحفظ والسيناريو المتحفظ الذي انتهجته الحكومة السعودية، حيث أعلنت فقط عن فائض بنحو 16 مليار ريال في العام المقبل فائض متوقع، وهو أقل من التقديرات التي حتى قدرتها الحكومة في وقت سابق. من هذا المنطلق أتصور أن ميزانية نعم تفاؤلية، هناك إنفاق في العام 2022 كان أعلى من المعدلات حيث تجاوز 1.2 تريليون مليار ريال سعودي. كما أعلنت السعودية ولأول مرة في تاريخها عن أنه حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تجاوز 1 تريليون دولار لأول مرة، وأعلنت كما أشرتم أيضا في التقرير عن فائض هو الأول منذ العام 2013 ميراشا. طيب، إذن كما ذكرت محمد، يعني هناك أرقام فاقت التوقعات بالنسبة لهذا العام، هل هذا ما وفقا طبعا لتوقعات يعني أو البروجكشنز لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية، هل هي التي تحرك توقعات إيجابية للعام المقبل؟ نعم بالتأكيد، عند بنيت هذه الموازنة بعدة سيناريوهات ميراشا، كما صدر أيضا في بيان تمهيدي سابق صدر قبل نحو شهرين من الآن، تحدثت السعودية عن أنها بدأت تنتهج نهج مختلف في إصدار الموازنات العامة للدولة، وهذا حقيقة انطلق منذ انطلاق الرؤية قبل نحو 6 أعوام، حيث انتهجت سياسة وضع عدة سيناريوهات محتملة، وكانت تحدث من مبدأ الشفافية والحوكمة في الموازنية العامة للدولة، تقوم بتحديث هذه الأرقام كل ربع سنوي أو كل 3 أشهر من العام، ونحن الآن في الفصل الأخير والربع النهائي من هذا العام، حيث ستؤكد السعودية بعد قليل من خلال إعلان المؤتمر الصحفي عن الأرقام
المتوقعة للعام 2013، وننتظر أن يعلن على الأرقام الفعلية للعام 2022 وتفاصيل أكبر في هذا الإطار. وكما أشرت أيضا هي ميزانية تفاؤلية، لأن السعودية تعتقد أيضا أنه وهو جزء كبير من إيراداتها السنوية فيما يتعلق بالإيرادات النفطية أنه تحقق إيرادات قريبة من الإيرادات التي حققتها في العام 2022، رغم بعض المخاطر التي تحيط في الأجواء الأسواق العالمية، سواء فيما يتعلق بحجم الطلب على النفط من جهة، وأيضا الأجواء الجيوسياسية في العالم اليوم. شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل. طبعا ربما نعود لك لنقف عند مخرجات الكلمات التي نحن طبعا بانتظارها والبيان الرسمي حول هذه الميزانية الجديدة، ميزانية 2023 للمملكة العربية السعودية. مراسل الشرق محمد البيشي حدثني من الرياض، شكرا جزيلا لك. أذهب مباشرة أيضا إلى الرياض، ومعي عبر تطبيق زوم السيد تركي فدعق الخبير الاقتصادي والمستشار المالي. سيد تركي مرحبا بك معنا في هذه الحلقة من دائرة الشرق. بداية، كيف برأيك تلتقي الميزانية الجديدة مع الخطط الإنفاقية التي طبعا بدأت بها المملكة وتخطط لاستكمالها والإضافة إليها العام المقبل، التي طبعا كما نعلم بمعظمها تصب في أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وطبعا برامج رؤية 2030. طبعا كما ذكرنا نحن بانتظار البيان الرسمي لهذه الميزانية، ولكن هناك توقعات إيجابية ذكرناها أنا ومفد الشرق قبل قليل من الرياض. تفضل سيد تركي. نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة. بداية، قد يكون ميزانية التي تحققت في عام 2022 هي الأولى منذ عام 2012 والذي يتحقق فيها فائض بهذا المقدار الذي تم تحقيقه بحدود 116 مليار إن لم تخني الذاكرة. هذا الأمر له عوامله الخاصة به، ومنها متوسط أسعار الخام النفط العربي الخفيف كان في مستويات قياسية على مدى العقد الأخير تحديدا، وأيضا هذا الأمر هو الذي دفع بنمو الإيرادات بهذا الشكل وتحقيق هذا الفائض. هذه النقطة الأولى. لوحظ أنه منذ عام 2016، منذ أن صدرت الرؤية وحتى ميزانية 2022، في معظمها كانت ميزانيات صفرية، أي أن المصروفات المتوقعة هي أقل بشكل طفيف من الإيرادات المتوقعة. والأمر الآخر والمهم هو حجم الاستثمار الرأسمالي الحكومي بشقيها، الحكومة العامة أو صندوق الاستثمارات العامة، وصل إلى مستويات قياسية يعول عليها في خلق دينامو لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بالشكل الجديد، والذي يسير نحو تحقيق أهداف الرؤية في العديد من الاتجاهات. قد يكون أهم ذلك زيادة نمو الصادرات الغير نفطية إلى الصادرات النفطية. بالضبط. سيد تركي، يعني كما ذكرنا قبل قليل هناك توقعات مبدئية بأن المملكة العربية السعودية تحقق أو حققت فائضا ب 102 مليار ريال في 2022، وزارة المالية السعودية تتوقع أيضا أن يسجل فائض قدره 16 مليار ريال في موازنة 2023. يعني نتحدث عن هوامش كبيرة من الفائض. ما الأسباب التي تساهم اليوم، الأسباب المباشرة التي تساهم في تحقيق هذا الفائض، إن كان في أساسنا العام الذي سينتهي بعد أسابيع قليلة أو تلك المتوقعة في العام المقبل؟ بالرغم من أن التوقعات والأهداف مع صياغة الرؤية أن الإيرادات الإجمالية للدولة لا تعتمد على النفط، لكن هذا الأمر هو بدأ يسير هيكليا وتخطيطيا، ولكن انعكاسه يحتاج إلى فترة لا تقل عن عقد من الزمان. وقد يكون أكبر مثال في هذا أن نسبة الإيرادات النفطية في المملكة إلى إجمالي الإيرادات هي نسبة غالبة وكبرى، وإذا أضفنا إلى هذا العامل الذي حدث في السنتين الأخيرتين وهي الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على الأسواق العالمية وانعكاسها على مستويات أسعار النفط، و نجاح تكتل أوبك بلس يعني بتوجيهه بقيادة من الأمير المحبوب عبد العزيز بن سلمان في هذا الأمر، هذا الأمر جعل
العام الماضي 2022 متوقع حسابيا بلغ معدل الانتاج في عام 22 10.9 مليون برميل يوميا في المملكة، وبلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف في الثلاث الأرباع الأولى ما بين 100 دولار و115 في الربع الثاني و104 في الربع الثالث بمتوسط 105 دولار لسعر برميل النفط على مدى هذا العام 22. لأجل ذلك كانت التوقعات عالية. العام القادم التوقعات تشير إلى هنالك تغير في الحجم في العرض والطلب في استهلاك النفط عالميا، بلغ معدل الاستهلاك والطلب بحدود 99 مليون برميل. هنالك فائض من منتجين آخرين من خارج أوبك بحدود 2 مليون برميل يوميا. لأجل ذلك خلال عام 23 في اعتقادي أن العامل الرئيسي والمهم هو التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاسها على أسعار النفط ومدى تأثير المنتجين مقارنة بالمستهلكين وبعض السياسات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. سيد تركي، ذكرت نقطة جدا مهمة وهي جزء طبعا من رؤية 2030، وهي جزء من كل البرامج الاقتصادية التي والاستثمارية التي تركز عليها المملكة، وهي تنويع مصادر الاقتصاد، أي ألا تكون معتمدة بشكل كامل على الإيرادات النفطية. عن أي قطاعات بالضبط نتحدث هنا؟ يعني هل نتحدث فقط عن قطاعات الطاقة المتجددة؟ هل هي القطاعات الوحيدة التي أو القطاعات الأكثر استحواذا على تركيز الإنفاق في العام المقبل، أم هناك قطاعات أخرى؟ بالعكس، هناك قطاعات أخرى وعديدة، وفي اعتقادي أن معظم القطاعات التي هنالك فيها ميزة نسبية إما قد تكون للموقع الجغرافي ومكان للربط ما بين قارات العالم القديم، أو فيما يخص البيئة الجغرافية ومستويات حرية التجارة واتفاقيات التجارة الحرة التي داخلة فيها المملكة العربية السعودية كمناطق تجارية حرة، لأنها تفتح أسواق عديدة، وهذا أمر مهم. في جانب آخر وهو زيادة نمو الصادرات الغير نفطية، هناك بعض القطاعات بلغت صادراتها إلى دول عالمية في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الشمالية، وتنتج للأسواق العالمية. هناك فرق عندما يكون المنتج أو الخدمة تقدم إلى الأسواق العالمية، فسقف وحجم الطلب هو حجم إجمالي الناتج المحلي العالمي، لكن معدل الذي ينتج للسوق المحلي فقط فهو حجم الطلب في السوق المحلي محدود بحجم الطلب تحديدا. لأجل ذلك الصناعات التصديرية تؤدي دور مهم جدا في تعديل الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإيرادات الغير نفطية وأيضا تعزيز الميزان التجاري مع دول العالم. سيد تركي، كيف سيكون شكل الميزانية وشكل الاقتصاد السعوديين خلال السنوات القادمة كنتيجة اليوم لزخم المشاريع وزخم البرامج في شتى المجالات، ليس فقط في الطاقة، في البنية التحتية، في الصناعات التي ذكرتها وغيرها؟ هنالك إعادة تأسيس للاعبين الكبار في معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. لأجل ذلك عندما شاهدنا زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى كوريا الجنوبية، كان ثالث أهم فئة حاولوا أنهم يحصلوا ويحظوا بموعد لقائهم رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية لرغبتهم في الدخول إلى السوق السعودي، بالرغم من أن كانت لهم تجربة في الثمانينات. هنالك أنشطة وقطاعات اقتصادية عديدة في الحقيقة مقبلة على منافسة وعلى تعديل في قوانين اللعبة والمنافسة الاقتصادية. اليوم السوق عالمي، وبالتالي شاهدنا تغييرات في هذا الجانب في بعض القطاعات، وهناك قطاعات جديدة بدأت تدخل إلى يعني السوق خلال العقدين الأخيرين. هنالك نماذج عمل جديدة كتطبيقات التوصيل أو المشاركة بالوقت أو تعديلات عديدة، لكن الأسواق اليوم تبحث عن تعزيز مدى وحجم الأسواق التي تعمل بها. لأجل ذلك قد يكون انضمام المملكة العربية السعودية إلى دول البريكس المحتمل جدا خلال عام 2023 يفتح آفاق
كبيرة على جزء آخر من العالم، وحجم سكانه يتجاوز تقريبا 4 مليار نسمة. شكرا جزيلا لك سيد تركي فدعق، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، شكرا لكل هذه المعلومات وهذه التفاصيل ولوقتك، حدثتني من الرياض، شكرا جزيلا. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية، معي أنا ميرا شغازي.